طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نستأنف محاضراتنا في الـ Optimization Algorithm في Deep Learning. طبعا هذه سلسلة التحسينات اللي كنا نحكي عنها لـ Gradient Descent Algorithm. حكينا في المحاضرات الماضية عن للتذكير عن الـ Gradient Descent with Momentum، وشفنا كيف ممكن ان احنا نستخدم الـ exponentially weighted average في هذا التحسين. نستمر ان شاء الله في RSM prop، وعبارة عن تكنيك مختلف. طبعا الـ RSM prop عفوا احنا لو تخيلنا الـ dimension تبعت البيانات، انه انا عندي W بهذا الاتجاه والبي بهذا الاتجاه، وانا عندي هذا هو شكل الكونتور تبع تبع السبيس تبع الدبليو والبي. طبعا الحركة تبعتنا انه بتكون بشكل زجزاج بهذا الشكل. طبعا الهدف هو جعل الحركة انه سموث اكثر بهذا الشكل، فبالتالي انه بدنا نقلل السرعة في الاتجاه الرأسي، وفي نفس الوقت بدنا نزود السرعة في الاتجاه الأفقي، بحيث إنه تتحول الحركة هذه بهذا الشكل إنه إلى الحركة هذه بهذا الشكل، بحيث إنه يكون بهذه الطريقة إنه بيكون التريننج أنا عندي أسرع. طبعا إحنا حنعمل introduce هنا لباراميتر جديد هنا في الـ RSM في الـ RMS prop، والباراميترز هذه هي حتكون أنا عندي الـ S بالنسبة للـ DW وبالنسبة للـ DB. طبعا هذا الكلام احنا هنعمله في تريننج اتريشن تي، بيعمل كومبيوت للدي دبليو زي ما تعودنا، والدي بي في الميني باتش الموجوده حاليا. فالاس دي دبليو حتكون انه عباره عن بي 2 عشان احنا نميزها عن بي الخاصه بالمومنتم، فخلينا نسميها انا عندي بي 2 في هذه الحاله. وحنستخدم باراميتر جديد هنا، بدل ما كنا نستخدم هنا في المومنتم كنا نستخدم ال V، هنا راح نستخدم ال S، فبالتالي هنا B S D W تمام زائد 1 ماينس بيتا 2 D W سكوير تمام. فلو زي ما حكينا انه احنا بدنا نتخيل انه ال B وال W بهذا الاتجاه، فبدنا نخلي انه ال B سمول، عفوا ال W انه مقدار انه التغير انه يكون انه تكون سمول، والبي انه تكون لارج، فبالتالي انه بنحاول انه احنا نقلل قدر الامكان من الدي بي ونزود من الدي دبليو. مش بالضرورة يكون في عندي هنا ال B وال W، يعني ممكن انه يكون انا عندي dimension space انه يكون W 1 و 2 ومثلا على سبيل المثال 12 تكون في الاتجاه الرأسي و3 و4 الى اخره انه تكون في الاتجاه الافقي، فبالتالي انه بتحدد ايش هي الباراميترز W اللي محتاج انه هو يخليها انه في الاتجاه الافقي انه هو يسرعها، وفي الاتجاه الرأسي انه هو يبطئها بحيث انه نحقق اسرع تعلم. طيب بعد ما انه يعني نستخدم هذول المعادلتين، بزير انه الان بدنا نعمل ابديت لل W. W بتساوي W القديمه ناقص الفا اللي هي الليرنينج ريت دي W، وهنا بنعمل تقسيم على قيمه جديده اللي هي الاس W اللي احنا اوريدي حسبناها هذه بهذا الشكل تمام. وهذا الكلام انه راح يكون بالنسبه للاس دبليو اس دي اس دي بي اوريدي انه احنا حسبناها، طبعا زائد سمول فاليو اللي هي الابسلون. فالار اس ام بروب هو فعليا عباره عن تصحيح للحركه، ولكن انه باستخدام يعني تيرم جديد، يعني انه عشان كده انه بيكون في عندي هنا سكوير، وفي نفس الوقت انه برجع باخد بحطها تحت الجذر، عشان هيك انه هذا البروب او يعني الضبط لهذه الحركة اسمه ار ام اس بروب.
فهذا بالنسبة للرأسم بروب. ننتقل للآدم أوبتمايزر. الآدم أوبتمايزر هو فعليا عبارة عن كومباينيشن بين المومنتم والـ RSM بروب، لأنه فعليا إنه في العديد من الريسيرش اللي بتقترح اوتومايزيشن الجوريثم مختلفة، ممكن إنه تكون بيشتغل في بعض الابليكيشن أو في بعض الاركيتكتشر، ولكن إنه يكون في عندي الجوريثم اوبتمايزيشن الجوريثم بيشتغل مع معظم الاركيتكتشر، هذا في حد ذاته تحدي يعني. فكان الجريدينت ديسنت يعني انه احنا نوجد يعني اوبتمايزيشن الجوريثم فعلا انه هو يكون بيعطي اداء افضل من الجريدينت ديسنت مع المومنتم او اداء افضل من الار اس ام بروب. كان يعني هذا الشيء صعب، لكن انه يعني في بعض الباحثين اوجدوا انه ممكن انه يكون الدمج بين الار اس ام بروب والمومنتم ممكن انه هو يؤدي لخوارزمية احسن، وتكون فعلا انه هي بتشتغل بشكل صحيح مع معظم النتورك اركيتكتشر. فالادم فعليا انه انا بدي اعمل initialization، هنا راح استخدم الفي والاس لانه احنا بنعمل دمج بين الاثنين، فالفي دي دبليو بتساوي 0، الاس دي دبليو بتساوي 0، ونفس الشيء انا عندي في دي بي والاس دي بي برضه انه هي بتساوي 0. في كومبيوتريشن في اتريشن معينه تي في طبعا هذا الكلام في كرنت ميني باتش بدي اعمل كومبيوت للدي دبليو والدي بي، فحستخدم المعادلات، فحيكون في هنا عندي ححسب ال V تمام وححسب ال S V دي دبليو وال S دي دبليو. طبعا معادلاتهم انه احنا اتفقنا انه احنا بدنا نحط هنا لل V للمومنتم بدنا نسميها بي واحد، وهذه بدنا نسميها بي اثنين، فحتكون انه نفس المعادلات انه بهذا الشكل اللي احنا شرحناه في السلايدات السابقة. ف V دي دبليو بتساوي بيتا 1 في دي دبليو زائد 1 ماينس بيتا 1 دي دبليو، وال في دي بي نفس الكلام حتكون بهذا الشكل، والاس دبليو راح نستخدم معادلتها من الار اس ام بروب. فبالتالي انه حلاقي انه عندي معادلتين هنا، معادلة الفي دي دبليو وهي المومنتم بستخدم فيها الباراميتر بي 1، ومعادلة الاس دي دبليو واللي جاية واللي استوحيتها من الـ RMS Probe واللي بستخدم فيها الباراميتر B2 تمام. طبعا بعد ما يعني احسب هذا الكلام بدي احسب الـ Corrected Value. طبعا زي ما شفنا الـ Corrected Value انه انا انه الـ V Corrected راح تساوي انه الـ V القديمة تقسيم 1 ماينس B1، طبعا هذا الكلام للـ Current Mini Batch، ونفس الشيء راح اعمل Bias Correction بالنسبة للـ S. فبالتالي راح اعمل يعني ابديت لل في دي دبليو والاس دي دبليو والفي دي بي والاس دي بي طبعا الكوركتد لما عملنا كوركشن للبايس، واخر حاجه بدي اعمل ابديت للويت. الويت الجديد بتساوي الويت القديم ماينس الفا ليرنينج ريت مضروب في الترم هذا. الترم هذا زي ما انتم شايفين انه هو ماخذ ال V وماخذ ال S، ال V من المومنتم وال S من ال RMS بروب، نفس الشيء بالنسبة ل ال B بهذا الشكل. طبعا الادم اوبتمايزر هو عبارة عن يعني هو عبارة عن اختصار لل Adaptive Moment Estimation، يعني مش انه شخص اسمه ادم هو اللي عمل هذه الخوارزميه. في المحصله راح يكون في عندي الهايبر باراميتر اللي انا بدي اعملها اوبتمايز هنا في الادم اللي هي الالفا والبي 1 والبي 2 والابسيلون. عاده هذول القيم انه بتكون الديفولت فاليو انه بتشتغل بشكل جيد، انه هنا 0.9 وهنا 0.999 والإبسلون اللي هي 10 أس ماينس 8، لكن فعليا الألفا هي فعلا اللي أنا محتاج إن أنا أعملها
تيونينج، فهركز ان اعمل تيونينج للالفا كهايبر باراميتر. تمام، هيك بنكون خلصنا الادم اوبتمايزر. نيجي الان يعني طرق اخرى للاوبتمايزيشن اللي هي الليرنينج ريت ديكي. فالليرنينج ريت ديكي انه لو انا استخدمت ليرنينج ريت ثابت ممكن انه يسبب انه انا اعمل اوسيليشن في هذه المنطقه، انه اتس اوكي يعني انه انا بروح في اتجاهات مختلفه، لكن اذا انا قربت من المنطقه اللي انا يفترض انه تكون هي المينيموم ايرور، ممكن انه بسبب انه قيمه الالفا انه بتعمل ابديت بمقدار معين مش حقدر انه حضلني انه انا اعمل اوسيليشن يعني حوالين المنطقة هذه بهذا الشكل، مش حصل للمينيموم. فأفضل طريقة إنه أعمل ريديوس للألفا بعد ما أتقدم في التريننج، والريديوس هذا أو تقليل من قيمتها راح تكون بشكل بطيء أو بالتدريج بهذا الشكل. فبالتالي إنه راح يؤدي إنه بالسلو ريديوست ألفا إنه تكون أنا عندي شكل القفزات، أنا عندي في البداية إنه قفزات كبيرة، بعدين لما أقرب إنه ممكن تصير إنه قفزات صغيرة زي ما هو موضح بالخط بهذا اللون. فكيف ممكن أنا أعمل ديكي؟ في أنا عندي فعليا عدة طرق بدنا ناخذهم على السريع. الطريقة الأولى إنه أنا ممكن أنا أستخدم المعادلة هذه، المعادلة هذه إنه الألفا بتساوي 1 على 1 زائد الدي كي ريت، فهذا هايبر باراميتر تاني ممكن إن أنا أحتاج إنه أنا أعمل برضه تيونينج، ضرب الإيبوك نمبر وضرب، ما هذا كله الكلام مضروب في الألفا زيرو اللي هي القيمة الابتدائية لألفا، فممكن تكون الألفا زيرو أو الألفا نوت إنه هي المقدار تبعها 0.2 ثابتة، والديكي ريت هي عبارة عن 1. فباستخدام هذه المعادلة انه بلاحظ انه الالفا القيمة تبعتها بتقل كل ما زاد عدد الايبوك، فبتكون هنا 1 بتقل صارت انه 67 5.5.4 وهكذا كل ما زادت عدد الايتريشن. هذه يعني طريقة. الطريقة الأخرى إنه في أنا عندي معادلة تانية ممكن إن أنا أستخدمها اللي هي الألفا بتساوي 0.95 مرفوع على القوة للإيبوك نمبر، فبالتالي إنه ما دام إنه هذا فراكشن كل ما أنا يعني زادت الإيبوك نمبر فبالتالي إنه بتقل القيمة، طبعا هنا مضروب في ألفا نوت. تمام، هذا بنسميه exponentially decay. أو ممكن أستخدم معادلة تانية اللي هي الألفا بتساوي الكي على تحت الجذر الإيبوك نمبر مضروب في الألفا نوت، أو يعني نفس النوتيشن اللي هي تحت الجذر تي مضروبة في الألفا نوت. فهذه الفورميلا إنه بتكون إنه بتعمل دي يعني دي كي بشكل مستمر كل ما زاد عدد الإيبوكس. في بعض الفورميلاز إنه هي بتستخدم إنه ديسكريت دي كي للألفا، فبالتالي إنه يعني من الإتريشن كذا للإتريشن كذا بستخدم ألفا معينة، الإتريشن كذا للإتريشن كذا بستخدم ألفا تانية مختلفة، بالتالي إنه الألفا مش إنه هي قيمتها بتقل كل ما زاد عدد الإيبوكس بالتدريج بهذا الشكل زي ما شفنا يعني في السلايد السابقة، فبتكون إنه هذه عبارة عن يعني ديسكريت ديكي. آخر جزئية بدنا نحكي عليها اللي هو موضوع يعني في الاوبتمايزيشن، موضوع اللوكال اوبتيما. طبعا اللوكال اوبتيما يعني درسناها احنا سابقا وحكينا انه لما يكون في عندي اكثر من نقطة تمام ممكن انه الاوبتمايزيشن الجورثيم انه يكون ستاكت في لوكال اوبتيما معينة، لكن هو فعليا انه شكل السبيس انه ما بيكونش بهذا الشكل، فعليا بيكون على شكل سدل، فممكن انه انا اكون انا عندي يعني ستاك هنا في السادل بوينت، انه بيكون انا عندي الجريدينت او التفاضل بيكون انا عندي هنا زيرو بهذا الشكل. في عندي مشكلة أخرى اللي هي بتبطئ، هي مش مشكلة فعليا اللي هي مشكلة البلاتو.
البلاتون بكون انا عندي السدل، يعني السدل مش بهذا الشكل، انه بكون على شكل هضبة، فبالتالي انه هنا بيكون في انحناء، ولكن انحناء بسيط. هذا بسبب انه في يصير انه انا عندي بطء في التعلم، مش زي هذا انه الحناء انه يعني كثير كبير، فبالتالي انه هو بتعلم بسرعة، فبالتالي انه يعني في الغالب مش رح يكون في عندنا مشكلة انه احنا نكون ستك في اللوكال اوبتيما، لانه الشكل احنا دائما عندنا بيكون في النتورك انه بتكون زي هيك، مش زي هذا الشكل، انه في عندي يعني مناطق انه بتكون انه فيها اللوس، انه بتكون انه هي افضل ما يمكن، وبعديها بترتفع، وبعدين بتكون انه في عندي اكثر من منطقة بيكون فيها الاداء يعني انه اقل ما يمكن، اكثر من نقطة، يعني من نقطة، يعني هذا الكلام مش كتير واقعي، الشكل بيكون بشكل عام بهذا الشكل، وهذه هي المشاكل. فمشكلة البلاتو انه هي زي ما حكينا انه هي بتبطئ التعلم، لكن انه مش راح اكون قلقان انه انا بعمل ستاك في اللوكال اوبتيمال.